حاجة بقى، ازيكم؟ انا اسمي هدير ودي يوتيوب شانل بتاعتي، والنهاردة بمناسبة الفالنتاينز هنتكلم عن اكتر حاجة بتتسأل لي. انا مخطوبة، انا متجوزة، انا ليه مش مخطوبة لحد دلوقتي؟ هحط ميك اب واحكي عن الموضوع دوت سريعا. بس فلو في حاجة انترستد ما بينكو من الحاجات ديت اتفرجوا على الفيديو ده. مبدئيا كده، لو انتوا اول مرة بتشوفوني، فانا اسمي هدير، انا عندي 29 سنة، انا بشتغل في التسويق، وعندي قنوات على الانترنت، تيك توك وانستجرام ويوتيوب، بعمل عليهم محتوى، وانا مش مخطوبة ولا متجوزة. في طبعا اجابة قصيرة لكل الكلام ده، اللي هو ايه ما حصلش النصيب والكلام ده، دي اجابة دبلوماسية شوية. بس لو عايزين ندي تحليل للموضوع، ده الفيديو بقى نتفرج عليه ونتكلم عليه. دي عدسة بيلا لون بلوش جراي، اللي هي استخدام اليوم الواحد. طيب ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه، انا I don't believe ان سن 29 is ايه ده، هو انت كل ده ليه ما جوزتيش؟ انت اتاخرتي في الجواز. انا I don't believe this at all. انا والدتي اتجوزت وهي عندها 29 سنه 90، فاللي هو انتوا بتتكلموا في ان الكلام ده كان literally من 30 سنه. ف it's okay يا جماعه، يعني كل واحد بيجوز في الوقت المناسب ليه او في الوقت الكويس ليه، فمش لازم ان احنا نكون حاطين سن معين يناسب للجواز. دي صغيره قوي انها اتجوزت، دي كبيره قوي انها اتجوزت، كل واحد حر، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. كلمه، في كلمه ادمت شويه برضو بسمعها، اللي هو ايه، اصلا عنست او سبنستر. دي كلمه انا شخصيا كهدير بحس ان هي كلمه يعني قله الادب. لانه مفيش حاجة تقرر انه يعني ايه معناها، معرفش، بس مفيش حاجة تقرر ان في حاجة كلمة اسمها عنوسة. بلس انه هي دي بس على البنات ومش على الولاد كمان. هستخدم الف فلولس فينش فاونديشن. الموضوع ده بقى يدخلني في الحتة اللي انا عايزة اتكلم فيها، حتة انه هو ايه سن الجواز المناسب او ايه سن الجواز اللي مش مناسب. الاجابه الدبلوماسيه السهله هي، بصوا، هو كل واحد يتجوز وقت ما هو عايز. فبما ان احنا في الفيديو ده بنتكلم عني انا، فانا هقول لكم انه انا شخصيا كنت مرتبطه بحد، والموضوع كان يعني ابتدى يبقى سيريس وانا سني مثلا 22 سنه، وكنت متخيله ان انا هتجوز الشخص ده. دلوقتي لما بفكر في الموضوع بشخصيتي دلوقتي، بحياتي دلوقتي، بكل حاجه ليها علاقه ليا دلوقتي، كان عندي 22 سنة، I was a baby. أنا كنت صغيرة جدا. أنا I would have never been able إن أنا survive مع الشخص ده الوقت ده كله. كنت بحبه، الكلام ده كله، وهو كان بيحبني، أو معرفش هو كان بيحبني بصراحة ولا لأ، بس لأ، هو أنا طريقة تفكيري اتغيرت، فبالتالي اختياراتي في الحياة اتغيرت، كبرت، فهمت، عقلت. متخيلة بقى إن أنا لو كنت اتجوزته وأنا عندي 22 ولا 23، قولوا مثلا كنت هتجوزه وأنا عندي 23 سنة، كان في حاجات كتير قوي هتتغير قوي في حياتي، ومعرفش هي كانت هتبقى احسن ولا اوحش. بس لو انا كنت وصلت لطريقه التفكير دلوقتي اللي انا يعني انا مبسوطه بيها دلوقتي، يا لهوي، لا، الموضوع كان هيبقى صعب قوي. طب ما انت طول حياتك هتكبري وطريقه تفكيرك هتكبر، ده حقيقي، انا مش بقول لا، بس هو في فرق بين الكونسبت بتاع انت نضجت او ما نضجتش. انا مش بقول ان انا قمه النضج، يا لهوي مش عارفه اقولها، that proves ان انا ما وصلتلوش. انا مش بقول ان انا قمه النضج دلوقتي او whatever، بس هو في concepts في الحياه انت بتكتشفها، او في حياتك بتعرف انت عايز ده او مش عايز دوت. فانا رايي ان كل ما هتبقى اصغر، كل ما هتبقى، من ناحيتي انا برضو، في ناس مش كده خالص، كل ما هتبقى اصغر كل ما هتبقى حاسس انه اوكي، يعني لا انا ما قررتش ده، او لسه ما قررتش ده في حياتي، او whatever. مش معناه خالص ان الناس اللي اتجوزت بدري ان هم مش هينجحوا في حياتهم، لا، انا بتكلم عليا انا وعلى تجربتي انا. حطيت الكونسيلر بتاع لوريال انفاليبل ده، كان بيدي انا عشان كده مصورتش. المهم، فده اول عامل عندي، ان انا قعدت وقت كتير قوي على بال ما كنت بجمع شخصيتي، ولسه الموضوع ده شغال لحد دلوقتي. تاني حاجه، حته الهوبلس رومانتيسيزم، او هيز ذا اكسبشن، او اي ام ذا اكسبشن. الناس اللي they found love and people who they can يكملوا معهم حياتهم at such a young age، ما شاء الله عليهم بجد، انا ما بجد بتمنى لهم كل خير.
لان هما بجد they are an exception، بجد هما exception. بنات كتير قوي بتصدق ان الولد اللي قابلته في الجامعة او الولد اللي قابلته في المدرسة ده هو حبيبها او whatever، ولكن كم منهم واحدة ناجحة؟ انا شخصيا اعرف منهم ناجحين كتير ومبسوطين كتير، لان في الاخر الجواز هو شغل، حاجة بتشتغلي عليها كل يوم. ولكن في بنات كتير قوي لا، هما مش مبسوطين، او هما خلاص ما بقوش عايزين يكملوا. ليه؟ علشان اختيارك وانت صغيرة ما كانش زي اختيارك وانت كبيرة. فالبنات اللي لقت الحب الحقيقي اللي هيكمل معاك بقية حياتك بالكوميونيكيشن بكل حاجة في الوقت ده، لا ما شاء الله عليكم يا جماعة، you're so lucky. يعني ما شاء الله بجد، اتمنى لكم كل خير. بعد ما I made the conscious decision of getting out of that relationship اللي انا كنت فيها وانا صغيرة، انا بقى اخدت قرار ان انا مش هينفع اتجوز يا جماعه دلوقتي. ليه؟ علشان انا اخدت قرار ان انا في حاجه، انا كنت في abusive relationship. طبعا الموضوع ده مش common مع كل الناس، بس انا كنت في حاجه فيها، هي كانت علاقه سامه، يعني علاقه فيها abuse وفيها toxicity. ف بعد كده قررت ان انا لا، هو انا يا جماعه ما شفتش حاجه لسه، ما سافرتش، ما كنتش سافرت، تخيلوا ما كنتش سافرت، ما كنتش اشتغلت، ما كنتش عملت اي حاجه، كنت لسه صغيرة قوي في شغلي، كنت لسه ما عملتش اي حاجة في حياتي. فقررت انه هو انا ليه يا جماعة مركزة؟ ساعتها كنت بركز قوي، كل تفكيري كان في حياتي ان انا هتجوز واخلف literally which is very different than me now، تخيلوا. ولكن اللي حصل هو انه انا قررت انه لا، هو انا، عشان هو دايما كان بيقعد يقول لي انتي ما ينفعش، ينفعش تبقي قائدة، انتي تنفع بس تبقي soldier، ما اعرفش ايه، مش عايزة احسسكم ان الراجل ده عقدني في الجواز يعني، بس قصدي انه لا، انا حسيت انه you know what actually I have so many skills that I need to work on and I don't have time, I really don't have time. وسنس ان ما كانش في عرض يعني قدامي، فقررت ان انا خلاص انا مش هدور بقى، خلوني اركز. والموضوع actually نجح، لان انا ركزت في ان انا في اللي انا عايزه اعمله، يعني ممكن اقول نجح شوية، مش نجح نجاح ساحق يعني. رجحت ركزت في اللي انا عايزه اعمله، الحمد لله اشتغلت شغلانه كويسه، الحمد لله قدرت اسافر. انا كان حلمي ان انا اسافر على فكره، بتاع ده محتاج بلندنج بالفرشه اكتر. كل الاحلام دي لو انا كنت هتجوز كان هيبقى صعب جدا ان انا اعملها، لان انا لو انا هتجوز فلوسي كلها مش هتبقى ليا، لان انا عندي جواز، عندي بيت لازم اصرف عليه. هيبقى صعب قوي ان انا اعرف اعمل اللي انا عايزاه لنفسي، اجيب الحاجات اللي انا عايزاها لنفسي، اساعد والدتي بالطريقه اللي انا عايزاها، وانجح في شغلي بالنجاح اللي انا عايزاه، واسافر السفر اللي انا عايزه اسافره ده كله، وفي نفس الوقت ابقى في، يعني ابقى في حاجه تكون ناجحه، وانا كل ده لسه ببني شخصيتي. اجان في بنات كتير عملت كده، بس انا بتكلم على شخصيتي انا، لا هو انا ما كنتش هعرف اعمل ده. انا اصلا دلوقتي يا دوب ما بعرف اعمل ما بين الفيديوهات اللي بعملها وشغلي ووقتي مع عيلتي. لو انا بقى متجوزه انا يعني حقيقي مش عارفه هجيب وقت منين لجوزي ده، ناحيه الوقت. الفلوس برضو ناحيه كبيره يا جماعه، ناحيه الفلوس دي انه انسي، يعني انسي خلاص ان انا هقدر اساعد عيلتي والكلام ده، لا هيبقى صعب قوي. سبيشال يعني a lot of people اللي انا عارفاهم متجوزين في الوقت ده، اهلهم مساعدينهم في الشقه، اهلهم مساعدينهم في عربياتهم، اهلهم مساعدينهم في حاجات كتير. هم ممكن يكونوا بيحوشوا عشان يسافروا يعملوا حاجه فيها فن او طرف او كده، لا هو ده ما كانش اوبشن بالنسبه لي. فبالنسبه لي انا لا، فاينانشلي لما انا اجي اتجوز، واكيد مش هروح ادور على واحد سوبر فريكن ريتش عشان اتجوزه، لان يعني مش ده الهدف. بس قصدي بالنسبه لي انا ايه اللي مناسبني انا، لا مناسبني ان انا لازم ابني حياتي انا شخصيا واستقل ماديا قبل ما اخد قرار الجواز. الالم بتاع انستازيا بيفرلي هيلز اللي هو انستازيا براون، ايه ماي تايب اتغير في الفتره اللي فاتت دي؟ انا I had a certain type in boys and guys or whatever، ودلوقتي عايزه اقول لكم انه completely اتغير. انا كنت بحب الولاد اللي هي طويله البيردد اللي هم جيمات وما اعرفش ايه وكده، this was my type. انا بحب الولاد اللي عامله كده، لو انا هتجوز عايزه اتجوز واحد عامل كده. And let me tell you how much this is stupid. so انت ما ينفعش تحددي جوزك على شكل، ما ينفعش تحددي جوزك على اساس انا عايزه الشكل ده. now I don't find this attractive at all، مش بحسه attractive خالص. من maybe من كتر الولاد انا شفتهم شخصياتهم ما عجبتنيش، فانا قفلت من النوع.
توضيح من فترة المونتاج، قصدي ان دي الحاجة اللي مش بدور عليها، مش اول حاجة بدور عليها، لو موجودة اوكي بس مش بدور عليها. معرفش. Which takes me to the concept of alpha. حياة بتمشي alpha وبيتا اللي هو الليدر والفولور. I do not believe that a guy needs to be the leader. I think that we need to be equal. يعني الست والراجل يكونوا equal في البيت. ممكن يبقوا عندهم تاسكات مختلفة بس يبقوا equal. حتة احنا لازم نسمع كلام مش عارف مين، لا، في حاجة اسمها discussion، في حاجة اسمها compromise، في حاجة اسمها اقنعني اقنعك. للأسف معظم الولاد اللي انا شفتها هنا في مصر، لا، هو عايز يبقى هو كل في الكل، حتى لو هو مش الكل في الكل، عايز يفرض كلمته، مفيش discussion. في بيقولك في الاول في discussion بس بعد كده لا، هو انا الراجل. كلمة انا الراجل دي لو اتقالت يعني بحس انه ايه يا جماعة، في ايه؟ بستغرب قوي بصراحة لما بتتقال. ف الفكرة انه انا مش بقول ان الراجل مش المفروض يبقى الفا، بس هي الفكرة انه the concept itself of alpha has changed. زمان ايام الكهف كان الراجل المسيطر الالفا هو الراجل اللي بينزل برا بيخاطر بحياته عشان عيلته علشان يجيب لهم الاكل، الست بتقعد في الكهف جوه وهو بيقعد برا وخلاص، عشان كده هو اسمه الالف. بعدين بعد كده الدنيا اتغيرت شوية انه بقى لا، بقى هو ما فيش كهف، كلنا طلعنا، الست بتتعلم بس الراجل هو اللي بيشتغل. فالست بتشتغل، الست بتبقى قاعدة في البيت بقى بتعلم الاطفال، والراجل هو الالفا تسمع كلامه والكلام ده. الصفات بتاعت الالفا اللي احنا محتاجينها في الفترة دي هي حد يكون قوي، حد يكون شخصيته قوية عشان هيعرف يتعامل مع بره، حد يكون عنده خبرة اكتر علشان يعني هو اللي هيليد البيت في حاجات كتير لان هو اللي بيطلع بره والكلام ده كله، حد يكون مسيطر لان هو يعني هو الواحد اللي بيجيب فلوس او whatever. وده مش معناه خالص ان الست اللي قاعدة في البيت اقل، لان الست اللي قاعدة في البيت بتربي العيال وبتليد البيت وبتتحكم في الميزانية. وعلى فكرة الموضوع ده باين قوي في دول افريقية كتير وفي الصعيد، الست تبقى قاعدة في البيت لا مسيطرة. الموضوع اتمسخ بقى لما جه القاهرة، اتمسخ بقى اللي هو انت، انا بقيت بشتغل زي زيك، بقيت بنزل زي زيك، بقيت بعمل كل حاجة زي زيك، و I'm still seen as a beta. Why؟ ويا ريتني بيتا. يعني يا جماعه انا مره كنت والله العظيم في واحد كان عايز يرتبط بيا قال لي انتي، انا ما بحبش ابقى مع ست تكون احكم مني او اوعظ مني او بتعمل فلوس اكتر مني. وعايزه اقول لكم انه حد هيقول في الكومنتس ده نقص او وات ايفر، عايزه اقول لكم ان الولد كان متربي احسن تربيه سبوزيتلي وات ايفر يو انا كول ات، كان في الجامعه الامريكيه، كان متربي بره، كان يعني الولد كان جاي من الاخر في كل حاجه، وبرده ما عندوش ثقه في نفسه. هنتكلم عن موضوع الثقه في النفس ده دلوقتي، بس تخيلوا انه رغم كل الحاجات اللي كانت متوفره له دي كان برضه ما عندوش ثقه بنفسه. فانتم متخيلين احنا فين؟ الحته اللي بعدها هي انه ايه بقى الالفا الجديد. هو الالفا الجديد اللي المفروض احنا بقى خلاص في 2021، فالمفروض ان احنا محتاجين a new type of male, a new type of guy، شكل جديد من الرجاله، شكل جديد من الرجاله اللي هيقودوا نفسهم وهيقودوه whatever. لان انا برضو شايفة ان القيادة بمعنى ان انت تقي، احنا اتنين بنبقى قائدين في العلاقة، هو شخص يكون self sufficient، شخص يكون بيعرف يعتمد على نفسه، شخص يكون بيعرف مش في الفلوس ولا whatever بس، لا، شخص يكون بيعرف يعتمد على نفسه في حياته اصلا. بضحكني اقول انا بعرفش اطبخ، بعرفش اعمل حاجة، لا انت فرحان you're 30 this is weird. حد يكون عارف هو عايز ايه، حد عارف رايح فين وجاي منين، حد عنده ما يؤهله من المعلومات انه يتكلم في حاجة، ولو مش عارفها ما يتكلمش فيها. هو ده this is the new type of alpha. البنات مش محتاجين يا جماعة سيطرة وزعيق والكلام ده. وحتى انا عارفة ان في بنات صغيرة فاكرين ان هم محتاجين كده، صدقوني لا. انتي you can make money like him، انتي متربية زيه، انتي كل حاجة زيه، فما ينفعش ان هو يبقى متضايق لو انت بتعملي فلوس اكتر منه او لو انت عارفه في موضوع اكتر منه. لان ده نيو الفا، هو لو انت عارفه حاجه هيديها لك، هيديليجيت ليها خالص، مش محتاج يثبت، مش محتاج يثبت. هو شخصيته قويه عشان هو عارف بيعمل ايه في نفسه، عارف هو متخصص في ايه.
الألفا كمان هو الشخص اللي مش المفروض انه يتكسف انه يعيط، لان هو عنده مشاعر، لان هو عنده احساس بحياته. الألفا كمان الجديد هو المفروض ان هو ما يتكسفش ان هو يقولك حاجة، يبقى يتكسفش كمان ان هو يقولك هو عايز ايه. انا عايز ابقى خطيبك، انا عايز ابقى جوزك، انا عايز ابقى في ريليشن شيب، انا معجب بيكي. الولاد اللي هي بتقعد انا مش متأكد، انا مش عايز، انا راجل، اصل اعمل اللي انا عايزه. No you're not, this is not رجالة, this is actually معيلة. انت محتاج ان انت يبقى عندك ثقة بنفسك علشان تبقى الفا. وطبعا هتقولك ليه انا عندي ثقة بنفسي؟ لا، انت ما عندك ثقة بنفسك. لو انت مش عايز تتجوز واحدة انت you are in a relationship with her، انت ما عندكش ثقة في نفسك. لو انت مش عايز تتجوز واحدة she was in a relationship او ارتبطت قبليك، يبقى انت ما عندكش ثقة بنفسك. لان انا سمعتها من ولد قبل كده، انا ما بحبش اقارن. اوكي، لو انت بتليبل البنات ان هم شخصيتها قوية زيادة عن اللزوم، مسترجلة، مهتمية بشغلها اكتر من مني، او هتهتم بشغلها اكتر مني، يبقى انت ما عندكش ثقة بنفسك. انت شايف ان هي حياتها فيها حاجات مهمة كتير، فانت حاسس ان انت مش هتقدر تكمبيت مع حياتها، فانت ما عندكش ثقة بنفسك. ملحوظة برضو من المونتاج، هو مفيش اصلا مجال للمنافسة، هو موضوع ان انت تحس ان هي لازم تبقى شخصيتها ضعيفة او ما عندهاش حاجة في حياتها عشان تنبهر بيك، هي دي المشكلة. كهدير، كامرأة امرأة ناجحة، انا بحط الحاجات هنا وانا بتكلم عشان انا ابتديت اتأخر. كشخص ناجح في حياته، مش هقول النجاح الفظيع، بس كشخص بيشتغل، بيسافر، بيعمل الكلام ده كله. لا، هو انا بهدد الرجولة بتاعت رجالة كتير قوي في حياتي، انتوا مش فاهمين. ولاد كتير قوي بيبقوا معجبين بيا وبيحبوني، بس هما خايفين مني، والله العظيم خايفين مني، مش عايزين يرتبطوا بيا علشان، او خايفين يقولوا انهم عايزين يرتبطوا بيا. انا كده كده مش عايزه ارتبط بيهم. I have to talk about it, I have to talk about it. بس مش كل الولاد بتعرف ترتبط ببنت تخينه، مش عشان هما not attracted ليهم. absolutely الولاد attracted لينا جدا جدا جدا، بس الولاد مش عايزين يطلعونا للعالم. يعني they wanna be in a relationship with you، بس مش عايزين يقولوا ل their homies أو their boys إن هم they're dating a fat girl. why? because it's easier. العالم والناس عايزين عندهم beauty standard بتاع دي رفيعة، دي مش عارف ايه، رفيعة حلوة، اصل المقلبزة مش عارف ايه، اصل التخينة. ونا نا 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 نا. هو نفسه ممكن يبقى مش مقتنع جواه، لا هو attracted للبنت التخينة، بس مش هيقدر ان هو يواجه العالم لان هو ما عندوش ثقة بنفسه. احنا من كتر ما الحاجات اللي حوالينا معروضة كتير، في حاجة اسمها ال paradox of choice، ان بيقولك انا كل ما هيبقى عندي اختيارات اكتر كل ما هختار احسن. لا، ده مش صح خالص. انت كل ما يبقى عندك اختيارات اكتر كل ما هتفكر في قد ايه الاختيارات دي فاتتك، وقد ايه هتقعد متلخبط. فدلوقتي احنا بقى عندنا so many options to choose from. people are meeting each other on Instagram, people are meeting each other on TikTok, people are meeting each other on online in general. بتسافر، بتخرج، بتروح، بتيجي. لا لا، at this day and age لا، هو في اوبشنات كتير قوي. فلما بيبقى عندنا options كتير قوي كده بنقعد نفكر انه لا لسه في حاجه احسن. فانت يجو انتو a point where you are، لا هو انت ما بقتش بتختار عشان انت بتحب، هو انت بقيت بتختار عشان انت بتدور على ايه الاحسن. في ستايل جديد كده ان احنا نعمل بلاش هنا، تعالوا نجرب. الناس بتفكر تفكير انه انا عايز واحده مش عارف عامله ازاي. البيوتي ستاندرد كمان يا جماعه ابتدى يبقى ايه التهريج ده يا جماعه. الولاد يقول لك ايه، انا بحب البنت الطبيعيه. no you don't, you like girls, you like girls who have natural makeup on, you don't like natural girls. بنات برضو، انا مش هظلم الولاد واقعد هنا on a high pedestal and say البنات الولاد هم السبب ان ما اعرفش ايه. لا لا لا، البنات برضو الاكسبكتيشنز بتاعتهم بقت غريبه جدا. انا عايزك بس لازم تخسي، انا عايزه اجوزك بس انت لازم تترقى. no 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 that does not work this way. I am looking for someone شايف النسويه شيء مهم. يعني ايه نسويه؟ يعني believe it or not لما الولاد بتاكت لايك ان البنات مش المفروض يكونوا بياخدوا كل حقوقهم زي الرجالة، او ان هو راجل يفهم اكتر مني، الموضوع ده مش بيخليني زي المسلسل كده بتاع محمد رجب تربة معلم، البنات so attracted لي.
لكن جوز اللي هو ايه، هو هيقصى عليكي وهيقابلك لك ومش عارف ايه، بس هو بيحبك. لا لا لا، اي حد هيشوف الفيديو ده هيقول لي دي على فكره انت كده مش هتتجوزي. انا like okay so my options are get an abusive husband ولا get someone انا مش مقتنعه بيه او ان انا ما اتجوز. so what are they you know. انا بقول ان دي حاجه خاصه ليا لان دي حياتي. سوشي لو بنتكلم عن الاهل هو ده قرار كبير قوي. انا عارفه ان احنا عايزين نفرح اهالينا وكلنا والكلام ده كله، بس ده قرار كبير قوي لدرجه ان احنا we cannot rush it. انا افضل ان انا اكون لوحدي وسعيده عن ان انا اكون مع حد ومش سعيده. when I find true love whatever is a sin I will work on it and I will compromise. انا انا بس كده خلاص. بس I hope ان ده يكون جاوب لكم السؤال بتاعي، و I hope ان ال session دي تكون ما كنتش تقيلة شوية على قلبكو. ده ميك اب الفالنتاين بتاعي being مش متجوزة، مفيش حاجة هنا خالص، مفيش rings. لو عجبكم الفيديو دوني thumbs up واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، هيجيلكوا اشعار من يوتيوب كل ما اعمل فيديو جديد، و اشوفكوا الفيديو الجاي. باي.